شؤون تربوية، برنامج أسبوعي يهتم بقضايا التربية والتعليم. شؤون تربوية بتنسيق مع أكاديمية جهة الشرق، تعد وتقدم البرنامج شفيقة العبدالله. ويخرج حلقة اليوم مشكورا زهير بوشناق وفي استقبال مكالمتكم الهاتفية محمد حداد. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من حلقة برنامج شؤون تربوية، والذي من خلاله سنتحدث في هذه الصبيحة عن موضوع استراتيجية الجهوية لمشروع المؤسسة المندمج. ولمطارحة هذا الموضوع معي داخل الأستوديو السيد مصطفى شعيب، مفتش في التوجيه التربوي بالمديرة الإقليمية بوجد أنقاد، والسيد المختار الرحاوي مستشار في التوجيه التربوي بالمديرية الإقليمية بالناطور. أرحب بضيفي الكريمين وأذكر بأرقامنا الهاتفية لمن يود المشاركة معنا لإثراء هذا النقاش. أرقامنا هي 0536-68-23-17-0536-68-41-76 وكذلك 0536-68-81-93. نحن في انتظار اتصالاتكم الهاتفية. إذن بداية نقول إن الوزارة تروم دائما في إطار تحسين جودة التعلمات وإرساء مدرسة تتطلع للارتقاء، تروم إلى تنزيل مختلف البرامج والمشاريع التربوية، ومشروع المؤسسة المندمج واحد من بين هذه المشاريع التي أو الذي يهدف إلى بلورة مشاريع منسجمة مع حاجيات المتعلمين ومع حاجيات المؤسسة. فما المقصود بمشروع المؤسسة؟ ما الذي ينبغي أن يحقق؟ وما هو الإطار التنظيمي لمشروع المؤسسة؟ وما هي الإكراهات التي يواجهها هذا المشروع؟ إذن بداية أستاذ مصطفى شعيب، ماذا يقصد بمشروع المؤسسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا إذاعة الجوية على الاستضافة، شكرا للأخت شفيقة. حقيقة مشروع المؤسسة هو واحد السيرورة اللي عرفتها المدرسة المغربية منذ 1994 في إطار جهود التأهيل ديالها والإصلاح وتمكينها من استفادة من جميع القدرات والزمن الدراسي ديالها. كان قصده بمشروع المؤسسة هو واحد المقاربة نسقية لمختلف الجهود التي تبذل داخل المؤسسة وفي المحيط ديالها من أجل الوصول لواحد الالتقائية، واحد نوع من التواصل المفقود، وكذلك من أجل واحد نوع من الشراكات اللي كتعطي واحد المحيط آمن للمدرسة اللي كيساعدها في القيام بالدور ديالها، أي استدراك كل هاد القطائع اللي كاينة. فالمدرسة المغربية أصبحت معزولة عن محيطها، بل أصبحت الممارسات التربوية داخل المؤسسة كذلك ممارسات معزولة صفية. العلاقة بين المدرسة والمديرية أو الأكاديمية كذلك على المستوى الوطني، فكما جاء في خريطة الطريق من خلال التقويم يعني آخر وثيقة تؤطر لإصلاح المدرسة المغربية، فهاد كل هاد الصعوبات في التواصل كنحاولوا نتجاوزهم من خلال هاد التدبير اللي هو مفهوم مشروع المؤسسة، اللي كيجعل المؤسسة مشروع متكامل وليس كما قلنا مناشط ومجهودات متفرقة. طيب أستاذ مصطفى، يعني هذه المقاربة النسقية لمختلف المجهودات داخل المؤسسة مع شركاء خارجيين، من يسهر على هذه الخطة؟ نعم طبعا كاين كما قلت البدايات كانت في سنه 1994 في اطار ما سمي انذاك بمشاريع التجديد التربوي. التجديد التربوي على المؤسسه التعليميه، اي طلب ممارسات جديده اللي كتحاول تاهل المدرسه المغربيه وواحد النوع من الابداع والابتكار على المستوى. فكان مظاهر تحد التجديد التربوي هو الحديث عن الاستئناس بهذا المشروع تاع المؤسسة اللي هو تجربة في كندا في بعض الدول، فكانت هذه هي البداية. طبعا هذه المرحلة الأولى تاع الاستئناس تبعتها واحد المرحلة تاع التجريب في بعض المديريات وبعض المؤسسات مع بعض المنظمات الدولية، ولكن
الفكرة عرفت واحد الاستقرار واحد تطوير في سنة 2011 مع ظهور مع المذكرة ربما 129 مع ظهور الاستراتيجية الوطنية لتعميم مشروع المؤسسة. قبل الاستراتيجية الوطنية كان هناك المخطط الاستعجالي الذي ربما بعد هذه المرحلة. طبعا المخطط الاستعجالي كان 2005 نعم وقبلوا كاع الميثاق كلهم هضروا على مشروع المؤسسة ولكن كلهم تحدثوا على مشروع المؤسسة كما قلت في إطار ممارسة تجريبية ممارسة محدودة واحد الأفق اللي خصنا ولكن دابا كنتحدثوا مع الاستراتيجية الوطنية على التعميم بمعنى أنه لما نخرجوا مرحلة التجريب فيكون التعميم فبما أنها كانت استراتيجية وطنية لتعميم مشروع المؤسسة كذلك كان استراتيجية جهوية لتعميم مشروع المؤسسة كان عندنا مثلا في قانون الإطار عندنا المشروع رقم 10 الآن في خريطة الطريق كاين التزام رقم 10 كذلك فهذا هو الإطار لكي يأطر الاهتمام بمشروع المؤسسة هو أقرب إلى الحياة المدرسية ولكن هو كذلك يتجاوز الحياة المدرسية إلى إلى التدبير الجيد للمؤسسة إلى الحكامة الجيدة للمؤسسة إلى إشراك مختلف الفاعلين الداخليين والخارجين إلى توفير الإمكانيات الضرورية للمؤسسة إلى مشاركة أكبر عدد من التلاميذ في هذه الحياة المدرسية وتدبير جيد للزمن المدرسي تاع المؤسسة. طيب أستاذ الرحوي أهلا وسهلا. إذن كما قال الأستاذ شعيب أن هذا المشروع انطلق 1994 يعني مدة طويلة والمؤسسة تشتغل على هذه المشاريع وربما تنوع في خارطة الطريق هل يمكن أن نقول أن هذه المشاريع لم تنجح هل وقع لها إخفاق منذ البداية إلى حد الساعة وأين يكمن هذا الإخفاق؟ تحية أثيرية تربوية صباحية كنشكركم على هذا البرنامج وعلى هذه الدعوة تنشكروا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوجدة كذلك لي الشرف أن نحضر معكم مع قامة ديال توجيه السي شعيب مصطفى في هذا الصباح سيدتي تتهضر لي على التقييم ديال التجربة والحكم مصدر أحكام الفشل أو النجاح تنظن مازال حنا ما نقدروش نقيموا التجربة بالفشل أو النجاح لأن الاستراتيجية الوطنية مشات بواحد شكل تدريجي صحيح بدأت 1994 ولكن بشكل محدود جدا إلى غاية 2011 من المذكرة 125 اللي جات بالفكرة ديال تعميم هذه التجربة على المؤسسات ولكن صدرت صحيح المذكرة في 2011 ولكن ما تمش التعميم في ديك الفترة يعني احنا مازال احنا بصدد تجريب وبصدد البداية يعني إلا بغينا نقول البداية الحقيقية ديال مشروع المؤسسة المندمج اللي يعني منذ التسعينيات ونحن في مرحلة التجريب في التسعينات كانت المرحله ديال الاستئناس مرحله يعني محدوده جدا يعني في الواقع ما كاينش واحد ماشي جميع المؤسسات ماشي حتى جميع الاكاديميات ماشي جميع المديريات كان هذيك تجربه محدوده بعض المؤسسات محدوده امتى بدا في التفكير في التعميم 2011 مع المذكره 125 مع ذلك لم يتم التعميم يعني كانت هناك تجارب محدوده كذلك ثم يعني الاستراتيجيه يعني الجديده الا بغينا نقولوا الانطلاقه الجديده ديال مشروع المؤسسه هو مع هذه الاصلاحات اللي بدات مع الرؤيه الاستراتيجيه 2015 30 والترسانه ديال 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 المذكرات والمراسيم والنصوص التنظيميه الجديده التي يعني وضعت هيكله ديال مشروع المؤسسه المندمج من خلال مراكمه مجموعه من التجارب كانت يعني الاخر اخرها المنهجيه ديال ايباغ والمنهجيه اللي الجديده الان ديال ديباغ المنهجيه ديال ايباغ يعني أصبحت نوعا ما الآن متجاوزة كانت مع واحد المجموعة ديال الكنديين هذه التجربة ولكن التجربة ديال ديباغ هي مع واحد المجموعة أخرى ديال الأمريكيين هما اللي يعني بلوروا هذه التجربة وهي اللي اعتمدتها الوزارة الآن من أجل التعميم مع المذكرات اللي صدرت حديثا جدا يعني مسألة بحال مثلا المذكرة سي مصطفى تعرف المذكرة 87 هي الآن يعني واحد الإطار مرجعي أساسي
بطبيعة الحال القانون الإطار هو المؤطر ديال هاد العمليات. هاد المذكرة هذه هي اللي أقرت بأن مشروع المؤسسة المندمج هو الآلية الوحيدة والملزمة داخل المؤسسة من أجل يعني تنزيل كافة المشاريع الإصلاحية. معناه غادي يكون نوع من التعاقد مع المؤسسات والمدارس، وهذا التعاقد هذا يعني حتى بالنسبة للدعم المالي اللي غتحصل عليه، واللي دابا ولا يعني ولات الوزارة والأكاديميات يعني عندها هذا الدعم المالي، حتى الدعم المالي اللي تحصل عليه هذه المؤسسات غيكون هو واحد الدعم مشروط في إطار يعني واحد التدبير بالتعاقد. يعني غنتعاقد معك على واحد المجموعة من العمليات، واحد المجموعة من الأهداف، ومن بعد غادي يكون واحد التتبع واحد التقييم لمدى تحقق هذه اهداف داخل المؤسسه. بالتالي هذا الدعم اللي غادي يكون مشروط ان تكون عندك مشروع مؤسسه مندمج، ويكون هذا المشروع هذا يعني يستجيب للحاجيات ديال المؤسسه الآنية، وكذلك مؤطر بالاستراتيجية الوطنية ديال الإصلاح، يعني المشاريع ديال الإصلاح. وبالتالي بحال نقولوا واحد كاين واحد العملية تصاعدية يعني من المؤسسة، وكاين واحد العملية تنازلية ديال يعني المشاريع ديال الإصلاحية ديال الوزارة. إذا نرجع للسؤال ديالك، نحن في الحقيقة اليوم في بداية حقيقية للانطلاق الحقيقي لمشروع المؤسسة، رحنا فيه اليوم. بالتالي الدولة أو الوزارة كان استراتيجية وطنية، وحنا في الجهة الشرقية عندنا واحد الاستراتيجية كذلك جهوية. يعني التجربة ديال ديباق واحد المجموعة المؤسسات في ثانوية التحدي، أظن التجربة في ما يسمى ثانوية التحدي. الآن كاين التعميم ديال هذه التجربة على الصعيد الجهوي، ما أن يعني صدرت المذكرة 87 في أواخر السنة الماضية، بداية هذا الموسم يعني بداية الموسم الدراسي يوم 12 شتنبر تنذكر، يعني كنت أنا ضمن واحد الفريق ديال الأطر اللي استفدوا من التكوين في مشروع المؤسسة المندمج كمكون، باش نمشي للمديرية ديالي مديرية النظر، أنا واحد المجموعة ديال المستشارين في التوجيه ومفتشين، ومشينا للمديرية. إذا درنا في الأكاديمية في الجهة، درنا التكوين، احنا تكوننا في 12 نهار 17 كان عندنا تواصل مع السادة المديرين في باش يكون عندهم تكوين في مشروع المؤسسة المندمج. كان حوالي تقريبا 75 أو 80 مدير اللي تكونوا ديال المدارس الابتدائية، وكان عندها واحد الاثار واحد الواقع مباشر، حيث ان من خلال الارقام اللي عندنا في المصلحه ديال تطوير المؤسسات والتوجيه في النظر، فالمقارنه مع الموسم الماضي بالنسبه للمشاريع المؤسسه اللي تقدمت بها المؤسسات اللي كاينه في الاقليم، ضعف العدد 4 مرات، يعني انتقل من تقريبا ما بين 21 حتى 24 مشروع الى اكثر من 100 مشروع اللي تقدمت هذه السنة، واللي يعني تم المصادقة على واحد العدد مهم جدا منها سوف تستفيد من هذا الدعم المالي. إذا سيدتي أظن بأننا في بداية إن شاء الله ديال التجربة، مازلنا في طور الإنجاز، مازلنا في طور التنظير منذ 2015. لا الآن نحن في الانطلاق، يعني الانطلاقة ديال التعميم لجميع المؤسسات. الآن وثيقة، هذه الوثيقة اللي كتسمى مشروع المؤسسة المندمج هي وثيقة رسمية ملزمة، يعني السيد المدير خصها تكون عنده بحال اللي عنده السجلات ديال نديروا دراسة وتتبع لهاد المشاريع، فوقاش غيتكون النتيجة مثلا على بعد 5 سنوات مثلا أم بعد 10 سنوات؟ نعم، إذن اللي قلنا الانطلاقة الحقيقية رحنا فيها في هذه السنوات هذه، فأظن بأن كل مؤسسة إن شاء الله هذا العام مثلا وصلنا تقريبا 50% من المؤسسات في المديرية النظر، يعني اللي حطت يعني اللي بناوا يعني مشاريع ديال المؤسسة، وانا كنناقش انا والسي مصطفى قبل بداية البرنامج، هناك أزمة ثقة سيداتي، لأن في هذاك الإطار ديال التجريب كان واحد العدد ديال المؤسسات تيدير المدير فريق قيادة، تيتواصل مع الشركاء، تيبني المشروع ديالو، تيدير التشخيص، تيحط الأولويات،
تيدير العمليات ديالو تيهندسها ويحط الميزانيه ديال المشروع وتيتقدم للجهات المختصه الممثله في محليا في المديريه الاقليميه ثم جهويا في الاكاديميه، ولكن ما تيتوصلش بجواب للاسف. وهذا خلق نظرا لطولت، لان شويه هذه المرحله هذه ديال التجربه طولت واحد شويه، خلق نوع من ازمه الثقه عند السادة المديرين وعند فرق القيادة السادة الأساتذة. وهذه الأزمة هذه يعني الآن نحن بإعادة أو في الطريق إن شاء الله ديال الاسترجاع ديالها، بحيث أن السادة المديرين أو فرق القيادة ديال المؤسسات اللي غادي يتقدموا بمشاريع المؤسسة غادي يتوصلوا بالجواب وغيتوصلوا بالدعم، شرط أن هذاك المشروع كيستجب للمعايير وكيحترم يعني المداخل ديال الإصلاح ديال الوزارة اللي كاينه طبعا في الرؤية الاستراتيجية، كاين واحد المجموعة ديال الرافعات خاص يلتزم بهم هذا المشروع، بحال مثلا الارتقاء بالتعلمات الأساس، يعني تشخيص دابا هذه الخارطة الطريق تقول بأن أكثر من 70% من التلاميذ في واحد المستويات معينة ما تيتمكنوش من القراءة أو في اللغتين العربية والفرنسية نصوص بسيطة وقصيرة، وما تيتمكنوش من القيام بعملية حسابية بسيطة. إذن أنا يعني كنظن الآن مشروع المؤسسة خصو يعني في المعايير ديال القبول خصو يكون مبني على الارتقاء بجودة التعلم الأساس. وطبعا التعلم هذا لا يتم فقط داخل أقسام، داخل يعني في ما هو صفي، يعني ما هو صفي عندنا موجود كما قال سي مصطفى في التدخل ديالو في البداية مشكور، فهذا ما هو صفي الآن ولا بحال واحد الشكل جاف داخل المؤسسة، ما كاينش تواصل ما بين الشركاء، ما كاينش تواصل ما بين الأساتذة القسم مثلا الواحد، ما كاينش تواصل ما بين الأساتذة وإدارة، ما كاينش تواصل ما بين الإدارة والأساتذة ومستشار في التوجيه مثلا، ما كاينش تواصل هو اللي كيتكلم عليه السي مصطفى، وهذا إن شاء الله يتحقق من خلال مشروع المؤسسة المندمج ما بين المؤسسة والمحيط ديالها. دابا في إطار التشخيص هذه واحد المرحلة من المراحل ديال بناء المشروع ديال المؤسسة المندمج، كاين مرحلة ديال التشخيص، من خلال التشخيص يتم تحديد نقاط القوة نقاط الضعف اللي ممكن نتحكموا فيها، ومن بينها مثلا الضعف ديال التحكم ديال التلاميذ في التعلمات الأساس، ثم هناك الفرص والمخاطر، يعني واحد العدد هذا يتعلق بالمحيط المؤسسة. المؤسسة مثلا موجودة في واحد المنطقة كاين فرص ممكن تستغلها، مثلا وجود معمل او لا وجود مثلا مؤسسه ديال التكوين المهني او مؤسسه ديال التعليم العالي او ما الى ذلك، اللي ممكن نديروا معها واحد الشراكات وممكن اننا نستفدوا منها في بشكل او باخر، اما في اطار الدعم مالي، ان مثلا مؤسسه موجوده بجوار معمل وهذه المؤسسه كتاثر بيئيا من هذا المعمل، فما فيها باس ان هذا الوزين هذا وهذا المصنع هذا لانه يخصص لنا اعتمادات ربما لمحاربه بعض الظواهر داخل المؤسسه خاصه في المجال البيئي مثلا. اذا كتبقى هذه مجرد افكار مجرد اقتراحات، المؤسسه خصها تكون منفتحه في هذا المشروع، اذا خصها تكون منفتحه على المحيط ديالها. اذا نرجعوا ديما لذاك السؤال الاول، حنا ان شاء الله في بدايه ديال الانطلاقه الحقيقيه، ماشي تجريب الان، هذا التعميم وانطلاقه حقيقيه من يعني 3-4 سنوات نوقفوا على طيب ان شاء الله التقييم، وأنا تنظن إلى كان مشروع المؤسسة احترم المعايير اللي خاص سمتو، وكان فيه نوع من التدبير التشاركي ومن نوع من البناء يعني اللي كي يشارك فيه كافة المكونات ديال المجتمع المدرسي. إذا هاي المكونات وهذا التدبير التشاركي السر الحاوي اللي تحدثت عليه قبل قليل، وأن المؤسسة كتراهن على هاد الشركاء وعلى هاد القيادات في الوقت اللي أكدت أنه هاد الشركاء فقدوا الثقة في هاد المشاريع وراهم كيتراجعوا، يعني كتقول بأن يعني الإدارة كتحاول أنها ترجع الثقة ديالهم باش ربما تكون يعني مجهود يعني متشارك بين هاد الأطراف. واش غادي نشتغلوا على الشق اللي نرجعوا فيه الثقه او نشتغلوا على الشق ديال مشروع المؤسسه السي مصطفى؟ تشاطرنا الراي. طبعا الصعوبات
كاين وإلا ما يمكنناش على مستوى على تدبير التعليم في المغرب يتحدث على الأزمة. يعني التشخيص الأخير تاع خريطة الطريق يعني راكم كل وعي بالأزمة تاع كاع المشاريع السابقة. فطبعا مع الأسف نحن الآن واعون جدا بمظاهر الأزمة وبالأزمة، ولكن فعلا كاين صعوبات في أننا نعطيو لهذا الإصلاح واحد الروح حقيقية اللي تخرجوا من هذا التردد ومن هذا مراوحة المكان. واش يمكن نقولوا أن من بين أسباب هذه الأزمة أننا كان نستقدم مشاريع خارج الوطن، كان نجيبوا مشروع من كندا من أمريكا ونسقطه على التجربة المغربية، ونجدر دائما كل تجربة نجدر لإخفاقات ديالها ونرجعوا نجيبوا مشاريع أخرى. نظن بحث تجربة مشروع المؤسسة أخذ وقت ديالو كما قلت السادة من أجل واحد تبيئة ومن أجل واحد نوع من الإرصاء ديالو في البيئة المغربية والتكييف دياله. أنا يمكن نتحدث على ثلاثة المستويات، كاين مستوى تاع التشريع والتقنين، كاين مستوى تاع الثقافة، وكاين مستوى تاع البيئة. على مستوى تاع التشريع والتقنين ما ضيعناش الوقت، يعني هناك الآن ترسانة قانونية عاطي كما قال السي مختار، يعني كتجعل مشروع المؤسسة الآلية الوحيدة للتعاقد بين المؤسسة والمديرية. يعني بمعنى أي حياة مدرسية، أي ممارسة صفية، أي تدبير يجب أن يمر عبر مشروع المؤسسة. فالتشريعات الحمد لله نقدر نقوله قطعنا فيها الشوط. على مستوى ثقافة مشروع المؤسسة كثقافة كذلك هناك وعي، هناك ممارسة فضلة. احنا ما غاديش نقولوا ما كاينش، كاين مؤسسات تعيش مشروع المؤسسة في الممارسة ديالها اليومية، ولكن الذي نتحدث عنه الآن هو ذلك التعاقد للمؤسسات بين، أما الممارسة كمشروع مؤسسة فالسادة المديرين الآن أصبحوا واعون لدرجة أننا تحنا المؤطرين أحيانا ما كان نبغيو نديروا معهم شيء لقاء تكويني، كنلقاو راسنا امام ناس اللي مؤهلين وتبارك الله عندهم اللي نستافدوا. ولكن هذه الثقافه نزلت للمؤسسات، ولكن فعلا كتصطدم كما قلنا بواحد الظروف موضوعيه، الاساتذه ربما ما عندهمش الوقت الكافي نظرا للاكتظاظ، الحياه المدرسيه، الاليات اللي يشتغلوا بها طبعا اكيد ضعيف. يعني الزمن المدرسي كله مخصص للفصل، يلا خرجت مذكره السنه الماضيه كتحدث على ثلاثه ساعات الحياه المدرسيه، هذا طبعا تقدم، ولكن ما حدنا كنديروا ذاك الفصل بين الفصل الحياة المدرسية ومازال ما وصلناش لمشروع المؤسسة الحقيقي. لأن مشروع المؤسسة الحقيقي هو ذلك الاندماج بين الممارسة الصفية والحياة المدرسية. نهار نوصل نهار تولي المؤسسة جا يعني كتجبد التلميذ، ما توليش طاردة، نهار كاين خارط فيها الأستاذ. ولكن زعما قلت على مستوى الثقافة مشروع المؤسسة هناك ثقافة عند السادة المديرين عند السادة الأساتذة. طبعا هناك حوش. المسألة الثالثة اللي هي المهمة وهي بيئة مشروع المؤسسة. دابا فعلا خلق ديك البيئة تاع مشروع المؤسسة اللي من خلالها نستافدوا من ديك الترسانة القانونية ونستافدوا من ديك الثقافة اللي كاينة، هذيك البيئة هي اللي كنروحوا فيها المكان وفيها صعوبات موضوعية مازال مشاريع الإصلاح ما استطعتش أنها تجاوزها، على رأسها مثلا استقلالية المؤسسة. فما يمكن لكش تهضر على مشروع مؤسسة والسيد المدير اللي هو مدبر وكنطلبوا منه باش يكون مدبر ويكون يعني في واحد المستوى تاع ما عطينوش استقلاليه لتدبير المؤسسه، دائما خصو يرجع للاداره اللي فوق دائما. فهاد العمل على الاستقلاليه مهم، استقلاليه ماديه وطبعا تدبيريه وفي اطار متى كنهضروا على الشركاء. فالمدير السيد المدير رئيس المؤسسه خص تكون عنده واحد الحريه كبيره، واحد الصلاحيه في القاء الشركاء. طبعا احنا من الحد الان مع الاسف تبعت الصلاحيات اللي هي كاينه، ولكن السيد الساده مدير المؤسسات ما كيلقاوش واحد الاريحيه في ممارستها لان مازال الصلاحيه محدوده وكذلك ما عارفينش التبعات ديالها. اذا مساله الاستقلاليه ضروريه وفيها اشتغال ولكن من بطيء، ونتمنوا ان ما هو قادم كما قال السي المختار يحل هذه المشكله تاع الاستقلاليه تاع التدبير تاع المؤسسه. كما قلت الساده هي فيها الاستقلاليه الماليه، اذا احنا نهضروا على التمويل. اذا كذلك المؤسسه التعليميه والسيد المدير والفريق ديالو تاع القياده تكون عندهم واحد الاستقلاليه في تمويل المؤسسه ديالهم خلال الشراكات. فهنا كذلك لازال واحد النوع من الاليات اللي تم التبني ديالها بحال مدرسه النجاح
الصلاح بحال اللي ربما يجب تجاوزها الى استقلاليه اكثر، لانه واخا السيد المدير اكتسب واحد الاستقلاليه في التدبير المالي من خلال جمعيه مدرسه النجاح، ولكن تبقى ان هذه الجمعيه كذلك انها جمعيه يعني خصها اطار قانوني، خصها علاقه مع، فلا احنا باغي الاستقلاليه تاع المدير بصفته مدبر. اذا كاين استقلاليه وكاين التمويل، هادو ركائز مهمه لبيئه تحتضن مشروع المؤسسه. المساله الثالثه وهي التعاقد اللي هضرنا عليها واللي هضرتم عليها، وهي هاد الشركاء. فكذلك التعاقد مع المديريه خص يكون واضح، التعاقد مع الاكاديميه خص يكون واضح، التعاقد مع المحيط المجتمع المدني. المجتمع المدني استاذ، انت راكي استاذه جمعويه وكتعرفي الوضعيه تاع المؤسسات الجمعويه، كذلك مستوى الالتزام ديالها ومستوى الخيرات ديالها شويه محدود. كما طرح السي المختار التعاقد مع مؤسسات المحيط الاقتصادي والثقافي مشكله. طبعا داك الشيء كاين تفاوت بين الجهات، احنا في وجده مثلا مع اي يعني جهه اقتصاديه يمكن التعاقد، كاين فقر في المؤسسات الاقتصاديه اللي يمكن لها انها تحمل المؤسسه وتخلق فيها واحد الحياه مهنيه ودعم الى اخره، في حين انه ربما في بعض الجهات اخرى الدار البيضاء ولا طنجه فكاين واحد الحياه اقتصاديه اللي يمكن انه تخلق واحد التعاقد مهم. التعاقد مع المؤسسات الثقافيه كما قلت، الان عندنا واحد عدم يعني الانخراط، ما مدى مستوى انخراط الجماعات المحليه في التعليم؟ ضعيف جدا. ما مدى مستوى انخراط الجهه؟ ما مدى مستوى انخراط المؤسسه الثقافيه؟ فكذلك اذا التعاقد كذلك مهم، خص يكون في حريه كبيره، وخص كذلك يكون الزامي لهذه المؤسسات اللي محيطه بالمدرسه، خص يكون الزامي ما يكونش اختياري. والرافعه الرابعه من اجل البيئه تستقبل مشروع المؤسسه، وهي كاع اللي تبنى عليها كاع هذا الشيء من 94 في اطار التجديد التربوي، وهي المنظور المحلي. لان باش تنطلق الفكره تاع التجديد التربوي، نهار اكتشفنا اننا ننظر الى المدرسه المغربيه على انها مدرسه واحده في كل نواحي المغرب، بحال المدينه بحال الباديه بحال الجبل بحال الصحراء بحال، وهذا خطا. نعم. فتم التفكير انه يكون واحد التجديد التربوي اللي يمس هذه المساله، وبالتالي يعطي المؤسسه واحد القدره على انها يكون عندها منظور محلي، يعني تستجيب للمحليه ديالها وضعيه التلاميذ ديالها المحيط ديالها، بالتالي تبني مشروع مؤسسه من هذا المنطق، وبالتالي هكذا بدا مشروع المؤسسه من المدخل تاع المنظور المحلي. فالمنظور المحلي هو مهم جدا، يعني خصنا نحسوا بداك التمايز بين التمييز الايجابي طبعا بين المؤسسات، وماشي نكلفوهم بنفس التكاليف ولا نمارسوا معاهم نفس الممارسه التعليميه، مدرسه في القراوي ماشي بحال هي مدرسه في الحضاري الى اخره، يعني مدرسه في وضع في جهه بحال وجده ماشي هي في الدار البيضاء. يعني هذا التمييز الايجابي في المنظور المحلي كيعطي المؤسسه قدره على انها تقدم واحد العرض تربوي يناسب الفئة تاع التلاميذ اللي عندها، وكذلك واحد النوع من التعاقد والشراكات مع المحيط ديالها اللي كذلك يستجب للطبيعة ديالهم. احنا كنهضروا على أزمة مثلا جمعية الآباء، وهذا مشكل كبير في تدبير المؤسسة، مشروع المؤسسة يستدعي حضور جمعية الآباء بقوة، يستدعي حضور التلاميذ بقوة، ولكن جمعية الآباء ما غاديش نظروا لها في المدينة كيما نظروا لها في البادية، فخص واحد الحل آخر في البادية. فهذا إذا هادو أربعة الركائز اللي صنعوا لنا البيئة. أما على مستوى التشريعات ومستوى الثقافة فالحمد لله هناك قطعنا شواط. البيئة كما قلت هناك حديث في خارج الطريق على واحد الضخ مالي تاع التمويل، نتمناو أنه يجيب نتيجة، ولكن كما قلت هذه البيئة هي اللي تعطي لهذا الإصلاح واحد الروح، وإلا فكما قلت احنا غادي بحكى أننا غير ندبروا الأزمة ويعني نطيلوا الرحلة تاع الإصلاح بواحد التراكم كما قلنا، أحيانا يكون ثقيل كثقافة، ولكن فعلا كتدبير تعاقدي مؤسساتي مسؤول، فهذا هو اللي كيفسر أننا بصدد إصلاح جديد. طيب أستاذ الرحوي، قبل قليل ذكرت بأن مؤسسة الوحدة اللي ربما أعطت واحد التوجه جديد من خلال التكوينات وتدريب الأساتذة والمديرين، ألا يتم تشبيك هذه الفكرة مع باقي المؤسسات من أجل إنجاح هذا المشروع ديال المؤسسة؟ نعم أستاذتي سيدتي، بالنسبة لهذه النقطة هذه تكوين الفاعلين، يعني أنا تنهضر من واقع التجربة ونرجع للمنهجية ديال البناء
وإعداد وبناء مشروع المؤسسة المندمج اللي فيها الآن 6 ديال الخطوات، من الخطوة ديال الانطلاق أو الإقلاع إلى الخطوة ديال الانتقال مرور المجموعة من الخطوات من خلال تجربة في الميدان. وصفتي كنكون عضو في فرق قيادة كمستشار في التوجيه ديال المؤسسة، تنكون عضو في هذه الفرق، تلقوا بأن مجموعة من السادة الأساتذة أو حتى السادة الحراس العامون تقول لك ودي أنا ما عنديش واحد تكوين، ما عنديش واحد تأهيل، ما تنعرفش مزيان، راني عندي قراءات ديالي شخصية ولكن خاص واحد تكوين تفاعلي، التكوين الذاتي غير كافي، يعني خاص واحد تكوين تفاعلي. يعني هذه من الصعوبات ومن العراقيل اللي تتخلي المؤسسة ما تتنخرطش في الإصلاح، وخاصة فيما يجال يعني امتلاك المؤسسة لمشروع مؤسسة تربوي مندمج وفق المعايير والشروط المطلوبة. في هذا الإطار كما قلت في البداية، كما السادة المديرين كيستفدوا من التكوينات، الآن حتى فرق القيادة وهذه أول مرة الصعيد الجهوي تستفدوا من التكوينات. في هذه فرق القياده كاين الساده الحراس العامون وكاين الساده اساتذه، وحنا الصعيد ديال المديرين ديال النظر هذه السنه في الشهر الماضي استفدوا حوالي 80 او اكثر بقليل يعني ديال الساده الاساتذه والحراس العامون كاعضاء في فرق قياده، وعبروا على انهم يعني استفدوا من واحد المحجربه اللي غادي تساعدهم ان شاء الله باش يكونوا نشيطين داخل المؤسسه. بالنسبه للساده المديرين انا نقدر نصنفهم من خلال التجربه ديالي في التعامل معهم الى صنفين، واحد الصنف اللي استفد من التكوين في اطار يعني الاستراتيجيه الجديده ديال الوزاره بالنسبه للساده المديرين وبالنسبه للتكوين الاساس الساده المديرين، يعني تجاوزنا المرحله الاسناد اليوم الى المرحله ديال التكوين و يعني اعطاء يعني الصفه ديال او الاطار ديال المدير كمتصرف. اذا الساده المديرين اللي خضعوا للتكوين تيستافدوا من واحد المجزوءه في المجال ديال مشروع المؤسسه المندمج، اذا ما كاينش مشكل على مستوى التواصل داخل المؤسسه مع هذا النوع من الساده المديرين. وهذا لا يمنع من السادة المديرين اللي ما استفدوش من هذا التكوين، من هذا عفوا التأهيل، ما يعني كيستافدوا من تكوينات مستمرة. إذا بالنسبة للمشروع نرجع ديما قلت المنهجية ديال بناء المشروع، في هذه المنهجية كاين هذيك المرحلة ديال الإقلاع، هذه المرحلة هذه ديال التواصل ديال تحسيس الشركاء، تحسيس الفاعلين بالأهمية ديال مشروع المؤسسة. إذا ثم كتجي موراها واحد المرحلة ديال التشخيص، تحديد كما قال السي مصطفى خصوصيات ديالي ديال المؤسسة ديالي، شنو الحاجيات ديالي. ليس هناك مشروع مؤسسة مندمج نموذجي أو نموذج، كاين مشروع مؤسسة أو واحد الخصوصية، مؤسسة في العالم القروي، مؤسسة في الوسط الحضاري، مؤسسة بجوار واحد الحي صناعي، ماشي هي مؤسسة مثلا في منطقة جبلية نائية، يعني مؤسسة في واحد المنطقة ذات محيط اجتماعي يعني فيه ناس من الموظفين ومن الناس يعني اللي سميتو الفئات الاخرى، ماشي مؤسسة في واحد المحيط اللي فيها اسر من الوسط الهش يعني والمتابعة ديال التلاميذ والاخرى تكون ضعيفة. في هذه المنهجية هذه في هذا التشخيص هذا كاين واحد التحليل استراتيجي، كنديروا واحد التحليل لهذيك المعطيات داكشي اللي شخصنا في كل المجالات. هذا التحليل الاستراتيجي تيخلينا نحدد احنا كفريق كنتوافقوا شنو هي الاولويات الانيه، شنو علاش غنشتغلوا في 3 سنوات، تنحدوا واحد الرؤيه المؤسسه ديالنا ها هي الوضعيه ديالها من هنا 3 سنوات، لان المده الزمنيه ديال المشروع المؤسسه هو 3 سنوات، من 3 سنوات كيفاش بغينا تكون هاد المؤسسه، ومن هذيك الرؤيه تنخرجوا واحد 3 ديال على الاقل واحد 2 ولا 3 ديال الاولويات تنشتغلوا عليهم. اللي مهم في هذه المنهجيه ديال ديبار هي العمليه ديال التقييم والتتبع، يعني ماشي تنديروا واحد المجموعه، وهذا هو الاهميه ديال مشروع المؤسسه، هو هذا التقييم والتتبع مثلا مرحلي ماشي تراكمي، يعني حنا شي حتى الاخر لحظه عاد لا ماشي حتى الاخر، اذا كل سنه تيكون وفي اخر المشروع كتجي ديك المرحله ديال الانتقال عاوتاني تناخذوا فيها مجموعه من القرارات، تنديروا فيها مجموعه من التقييمات وتنشوفوا فين وصلنا. كذلك هذاك الدعم المالي
ما تيبقاش يعني في نوع من العشوائية، تيكون واحد الدعم يعني مالي مشروط بأهداف معينة، وتيكون متبوع بالتقييم والتتبع والحساب، يعني ربط المسؤولية بالمحاسبة. إذا أنا نعطيك يعني واحد التمويل، ومن خلال الحاجية ديالك أنت اللي كتحددها ضمن الأولويات ديالك وضمن الأنشطة ديالك وضمن الميزانية اللي كتحدد، إذا أنا تنساعدك. كذلك هذا التمويل هذا فيه الشراكات، وهنا يعني وهذا من الحسنات اللي شفتها بالنسبة للجهات ديال الشرق هذه السنة، كاين واحد المجموعة ديال السادة المديرين يستفدوا من واحد التكوين ديال قيادة التغيير. يعني المدير اللي غادي يقدر يدير لنا واحد المشروع مؤسسة يستجيب للمعايير ويقدر يحدث لنا التغيير المنشود داخل المؤسسة، وهذا التغيير هاني فيه بناء على احتياجات المؤسسة. لا بناء على احتياجات المؤسسة طبعا، يعني هذا المدير هذا خصو يكون يعني واحد النوع ديال الشخصيه اللي عندها القدره على التغيير، يعني قياده التغيير. نعم. يكون عنده التواصل، واحد المساله هامه جدا، واحد الصفه من الصفات اللي خصها تكون عند السيد المدير. نعم. الانفتاح التواصل على الجميع، على التلاميذ، على الاساتذه، اداره الناس اللي معاه. نعم. على المحيط الاجتماعي، المحيط الاقتصادي، الجمعيات ديال المجتمع المدني، يعني خصو يكون عنده واحد اخر. وانا توفرت الاليات والشروط للاشتغال طبعا. انا عندي ربما كيلقاها للمدير للاستاذ. صح. انا غير واحد الملاحظه نزيد باش نفتح باب من المجلس استضافته هو تبارك الله. انا تنشوف الساده المديرون خص يكون عندهم واحد النوع ديال الانطلاق والحرية في التحرك. ما نربطوهش بالتوثيق والوثائق، ما نربطوهش أنا تلاحظ في التعامل ديالي مع السادة المديرين وخلال اشتغال معهم أنه شديد الارتباط بالوثائق. تيبقى حابس إعداد واحد الباباراس، واحد مجموعة ديال الوثائق. أنا كنت كنمشي في ذوك الليجان ديال المديرية ديال تتبع السادة المديرين الحراس العامون الجدد وفي التأطير ديالهم، تلاحظ الكم ديال الوثائق اللي خصو يعني حبذا لو أنه كان عنده يد أخرى تساعده، ونوفروا له واحد الحرية أكبر، واحد المجال أكبر ديال الحركة لخدمة طبعا الاهداف ديال التربويه ديال المؤسسه. ربما تبقى هذا من بين الاكراهات اللي تثقل الكاهل المدير. وهناك محاولات للتجاوز ديالها، مثلا فقط الاسبوع الماضي عندنا على مستوى مختلف المديريات بالجهه وحده، وعلى الاقل مديريه وجده كان واحد التكوين، لان احنا سبقنا درنا تكوينات على مستوى منهجيات تدبير وإعداد مشروع المؤسسة، ولكن آخر مذكرة في الميدان ربما كانت تاع الرقمنة تاع مشروع المؤسسة 117 السنة الماضية، دمجت مشروع المشكل اللي هضر عليه السي مختار، ربما سيتم تجاوزه المشكل تاع الوثائق، لان مع الاسف احيانا كان السيد المدير يصل الى وضعيه انه عنده واحد مشروع مؤسسه ورقي محطوط في الدرج اللي جاي يقدمه له، في حين ان العمل هناك عمل بديك الثقافه كما قلت وليس بمشروع، لان ما كاينش الشروط والانخراط الضروري. الان اصبح مشروع المؤسسه جزء من اصبح من نظام مسار اللي كيتعاملوا مع الساده المدير، وبالتالي السادة المديرين يقدروا أنهم يستمروا المعطيات اللي كاينة في مسار، يبنيوا مشروع ديالهم تاع مشروع المؤسسة كما طرح الأستاذ، يعني بالمراحل دياله مخيلة، وبالتالي يمكن لهم يعدلوا فيه في كل لحظة بعد مراجعة بعد التقييم، وبالتالي غادي يتجاوزوا حتى ذاك الوضع اللي كانوا كيعيشوا فعلا مع الإعداد تاع ورقيا والصعوبة تاع يعني إشراك كثير من الفعالين. يعني كيم فعلا يبقى أن مشروع المؤسسة ينجح بشروط داخلية وهي ديك الثقة اللي هضرنا عليها، العمل المشترك، التفاعل، وجود قيادة كرئيس مؤسسة عنده قدرة كما قال السي مختار التواصل، ولكن كذلك وجود فريق قيادة، لأن احنا دائما كنهضر مع السادة رؤساء المؤسسات، لا يمكن لمشروع المؤسسة أن ينجح إذا كانت الانطلاقة فقط بالسيد المدير.
لا بد من. لهذا كما طرح السي المختار تم الخروج من تقنيه ابار الى ديبار، ديك الدير الاولى ديماراج انطلاقه. فاحنا كنا كانت مرحله الانطلاقه بحال مرحله كدوز بواحد الطريقه سهله ولكن غير مفكر فيها. الان ولات حتى هي مرحله، يعني الديماراج الانطلاقه كتعني واحد الخطوات اللي جوز من المشروع وتكون انطلاقه قويه قويه. في هذا اليوم درت لقاء مع الساده الاساتذه وخرجنا بهذا في هذا اليوم درت لقاء مع يعني كاين تفعل هذا توثق وتفعل وما يمكنش ننطلقوا المرحله الثانيه تاع التشخيص الا لجحنا فيها ف يعني كما قلت هناك يعني واحد الكب هائل من الاستعدادات باش المؤسسه والتلميذ خاصة لأنه هو البؤرة تاع هذا يعني الاهتمام بالمشروع الشخصي ديالو، لأن ملي كنهضروا على مشروع المؤسسة كنهضروا على المشروع الشخصي للمتعلم. مشروع المؤسسة جاي باش يخدم المشروع الشخصي تاع المتعلم مختلف الجوانب ديالها، باش تكون عندنا واحد المؤسسة دامجة، واحد المؤسسة آمنة، واحد المؤسسة اللي تستقبل. لأن من كان سمعوا في إحصاء رسمي تاع السيد الوزير أن 25% فقط من التلاميذ اللي كيستافدوا من الحياة المدرسية، والوزارة عندها النية أنها تولي 50. أنا بالنسبة لي خص الحياة المدرسية خص تكون في 100%، لأن هي الدراسة، هي لأن هي اللي تستوعب مختلف التلاميذ، لأن ماشي كاع التلاميذ عندهم واحد القدرة على التكيف مع المدرسة من خلال الممارسة الصفية. ولكن يلاج عندنا أن التكييف مع المدرسة يمر كذلك من خلال الحياة المدرسية، من خلال الأنشطة، من خلال النوادي، وتهيئ يكون عندها تقويم. لأن هذه كانت من الملاحظات تاع خالد الطريق أن الحياة المدرسية لا ما عندهاش معامل، ما عندهاش تقويم، ما عندها. فهذه من الأمور اللي نتمنى، وأن كما قلت هناك وعي بالأزمة، هناك تراكم بالوعي بالأزمة، نتمنى أن هذا الوعي بالأزمة يؤدي إلى وعي بالحلول إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى يعني التوفيق للجميع. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى شعيب، مفتش في التربية التربوية بالمديرية الإقليمية بوجدة أنقاد، والسيد المختار الرحوي مستشار في التوجيه التربوي بالمديرية الإقليمية بالناظور. شكرا لكل المستمعين الكرام الذين تابعونا، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.